مفيش أجمل من أنت تساعد الناس، وإحنا كمصريين اعتدنا أني نجوز بناتنا، وبعض القرى وبعض الناس يقول لك إيه أسطر بنتي، أسطر بنتي دي ما بين قوسين أجوزها، يبقى الدنيا عنده تعبانة جدا والحالة المادية صعبة جدا، لكن يستلف من طوب الأرض ويروح ويجي، المهم يتجوز بنته وهو يقول لك أصل أنا كده بسطر بنتي. حياة كريمة، المبادرة الجميلة اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية من سنين، ويمكن البعض لما بيسمعها بيسمع أكتر على فكرة المعاشات، بيسمع أكتر على فكرة المباني، لكن كمان فكرة إن هم يجوزوا العرايس ويجوزوا البنات، وإزاي البنات بتقدر تشترك في هذه المبادرة وإيه اللي بيقدموه. مبادرة اسمها يدوم الفرح، يدوم الفرح، تعالوا نتكلم عليها أكتر ونفهم أكتر. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا، الأستاذ الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، نورنا. من خلال حضرتك يا رب. ايه موضوع يدوم الفرح ده؟ يدوم الفرح على مصر كلها، يدوم الفرح على الريف المصري، أمين. يدوم الفرح على الصعيد المصري، يدوم الفرح على حضراتكم، يدوم الفرح على كل مصر في كافة ربوعها وكافة محافظاتها وكافة نجوعها وكافة قراها يا رب العالمين. يا رب. أولا يدوم الفرح، بالفعل يدوم الفرح لمشاركة من الدولة المصرية في ظل مبادرة رئاسية بتتكلم عن مبادرة حياة كريمة، ومبادرة حياة كريمة بكل مما لا شك فيه أنها مبادرة، يمكن ده مشروع من ده مشروع القرن، يمكن لقبه معالي رئيس مجلس الوزراء في بعض أحاديثه. بالفعل مبادرة حياة كريمة، مبادرة متعددة الأركان والتأثير، يمكن تركيزها في المحور الثالث من 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 كافة محاورها، لأنها تتعدد للمحاور الذهنية العامة. لما تتكلم على مبادرة حياة كريمة من أول وهلة ممكن يتكلم على تجميل منازل، ممكن يتكلم عن معاشات، لا أبدا، ده الموضوع أبعد بكتير جدا عن اللي احنا الذهنية العامة شايفاه. وبوضح من خلال منبر حضرتك، يمكن المحور الثالث الخاص بيدوم الفرح، بيدوم الفرح خاص بان انا ازاي اوفر سكن كريم، ومن داخل سكن كريم ده هذا المحور بتتولاه وزاره التضامن الاجتماعي بمساعده مؤسسات المجتمع المدني. ويمكن سياده الرئيس في نهايه 2021 اشار ان 2022 عام مؤسسات المجتمع المدني. طب المشاركه كانت ايه؟ الوضع كان ايه؟ الهدف منه ايه؟ القصه كلها او الحدوته دي، عشان انا هبعد عن الاطار الاكاديمي واتكلم بالاسلوب بتاعنا عشان الامور طبعا تبقى واصله بشكل مبسط. اولا المحور الثالث لمبادره حياه كريمه، ويمكن اشرت انها متعدده الاركان والتاثير، لان هي لها تاثيرات متعدده على الريف المصري. ويمكن الريف المصري كان مهمش في فترات سابقة لعدم قدرة الدولة أو لأسباب ما، ولكن النهاردة إحنا بدأنا وبدأت الدولة المصرية يمكن من النصف الثاني 2014 في رحلة، وأنا بسميها رحلة بناء الإنسان المصري. بناء الإنسان المصري بكافة محاوره، بناء الإنسان المصري تعليميا، ثقافيا، اجتماعيا، وبخص بقى التنمية المحلية الاجتماعية. بدأنا في المحور الثالث، هو عبارة عن إيه؟ وتكلمت عن تضامن اجتماعي وعن مؤسسات مجتمع مدني، إن أنا أعمل حملات توعية بيطرية، أعمل حملات توعية صحية، أعمل محو أمية الكبار وتعليم الكبار، مصر بلا غريمات، تجهيز العرايس. تجهيز العرايس. تجهيز العرايس. واجي عند قصة تجهيز العرايس وقف طويلا بقى أو طبعا قصيرا، ولكن الأمور لازم توضح. مبادرة يدوم الفرح مشاركة من الدولة المصرية مع أبنائنا الغير قادرين أو الأكثر احتياجا، وكمان الأكثر أكثر احتياجا من أبنائنا في الريف المصري. عشان كده دايما بتكلم على أن الريف المصري والصعيد المصري في قلب التنمية. بدأت القصة إزاي؟ بدأت القصة في أسوان، بلدنا الجميلة أسوان. طبعا. أسوان بدأنا وبدأت يحصل عملية مشاركة، أن أنا هعمل عملية أن أنا أجهز 100 عروسة. 100 عروسة في أسوان، وكانت البداية في أسوان، والانطلاقة بقى للدقهلية والمنوفية والغربية وصهاج، وهكذا بدأنا نتكلم على كل محافظة بداية العيد القومي الخاص بيها يبدأ عندنا احتفالية كبيرة، الاحتفالية من المحافظة
ومشاركة مؤسسة حياة كريمة، وأشوف كمان عندنا من وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال الريف المصري بمجالس القرى والوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء، أبدأ أشوف وأعمل دراسة خاصة بمين أكثر احتياجا من هذا الأمر. بدأت الدولة المصرية تشتغل على هذا المحور، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تشتغل على هذا المحور، بدأنا نشوف تجهيز يبقى في احتفال. تمام. يعني بس انا عايز اعرف من حضرتك، هم البنات اللي بيتم مساعدتهم هم البنات اللي اسرهم بيتعاملوا مع يعني حياه كريمه، ولا ممكن يكون من بره الاطار؟ من بره الاطار الغير قادرين، انا بتكلم على الغير قادرين او الاكثر احتياجا، ده التعبير يمكن الافضل، لان في ناس كتيره محتاجه لكن في ناس اكثر احتياجا. الاكثر، ما هو احنا قسمنا مبادره حياه كريمه الاكثر احتياجا والاكثر اكثر احتياجا كمان، لان احنا بدانا نشتغل على محاور عده، فبدانا ب 100 عروسه، تجهيز 100 عروسه، وبعد كده بدانا يمكن في المنوفيه على ما اتذكر يبقى فيه 200 عروسة، ونبدأ يعني هذه بداية انطلاقة، وهذه المبادرة والانطلاقة ستسود ربوع مصر كلها في الريف المصري، ويمكن كمان لا تشمل الريف المصري فحسب، لكن هتشمل كل الدولة أو ربوع الدولة المصرية. فمن هنا أقدر أقول إن مبادرة يدوم الفرح محتاجين استدامة فرح بالفعل من أبنائنا، ومشاركة الدولة لأبنائها الغير قادرين أو الأكثر احتياجا. هل بيشترط سن؟ إيه الحاجات اللي ممكن بتقدمها المبادرة؟ أنا شايف متصورين جنب تلاجة وبوتاجاز وغسالة، ليه الحاجات الأجهزة اللي دلوقتي بقت أساسية في أي بيت يعني؟ ما هو الأجهزة الكهربائية. أيوه. الأجهزة الكهربائية إحنا اتفقنا إن الأكثر احتياجا، بدأنا السن أو ما هو سن الزواج، إن يبقى في عندها خلاص يعني مقبلين على الزواج أو خلاص بدأ يبقى في كتب كتاب وبدأت في وثيقة لكتب الكتاب، إحنا بنبدأ نجهز من خلال بقى الأجهزة الكهربائية، تلاجة، غسالة، بوتاجاز، الأمور الأساسية للحياة الضرورية اللي نبدأ من خلالها نشتغل على مبادرة حياة كريمة وعلى مبادرة يدوم الفرح. طب انا عايز اسال حضرتك برضو، يعني البنات هل بيبقى في سن معين او يعني بيتم البنت اللي هي مقبله على الزواج، ولا ممكن في مرحله ما قبل الزواج؟ يعني ازاي هم مين بيوصل لمين الاول يعني؟ هو في حاجه في فرق بين يدوم الفرح وموده. ايوه في في يعني انا عارف ان حضرتك تقصد ايه، في مبادره موده وفي مبادره يدوم الفرح. ما هتلاقي حضرتك في مصر مبادرات حدث ولا حرج. انا يعني في موده وفي دوم الفرح، وانا حضرت قبل كده مع وزاره التضامن الاجتماعي مبادره اخرى كانت بتنسيق يمكن مع بتنسيق مع الكنيسه عن فكره برضو البنات بقى في سن صغير بنبتدي نرعاهم هم في سن صغير، ونفتح دفاتر توفير بالتعاون مع البريد المصري، وكمان كان اعتقد بنك نصر الاجتماعي. على فكره بقى مبادره دوم الفرح بتشارك فيها الكنيسة المصرية، تشارك فيها الأزهر، تشارك فيها الجهات المعنية لوزارة التضامن، بيشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني، تبقى تكاتف كل الجهات المعنية لهذا لإسعاد هذا الأمر. أرجع لحضرتك بقى قصة السن والأمور. أولا من سن 18 لسن 25 بدأنا في قصة مودة. ليه؟ لأن أعمل عملية توعية ورفع الوعي، درجة الوعي. يمكن سيادة الرئيس أكد مرارا وتكرارا أن قضية الوعي هي قضية القضايا. لما أبدأ النهاردة أعمل عملية الوعي الخاص بالشباب المقبلين على الزواج من سن 18 لسن 25، حضرتك تشوف وأبدأ أعمل عملية إعداد وأعمل عملية تأهيل وأبدأ أعمل عملية توسيع الأفق، إن إزاي يبني أسرة مصرية سليمة من خلالها أقدر النهاردة أعمل أسرة. لأن إحنا أنا بعمل إيه أو الدولة بتعمل إيه؟ الدولة بتعمل حاجة في منتهى البساطة، هي منتهى البساطة في الكلام ولكن صعوبة كبيرة في التنفيذ، وبدأنا ننفذ وبدأت الدولة تنفذ يمكن من 2015، ترسيخ مفهوم الموروث الثقافي والحضاري. بدأنا نشتغل على البعد الاجتماعي، داخل البعد الاجتماعي الأسرة المصرية، داخل الأسرة المصرية المرأة المصرية، ويمكن تحية من منبر حضرتك لسيدات مصر الفضليات. طبعا هنا بدأت، هو أنا محتاج أقلل معدلات الطلاق في الدولة المصرية، محتاج أقلل المشكلات اللي بتعرقل مسيرة الأسرة المصرية. بدأت إن أنا أأكد على مفاهيم صحيحة وأصحح مفاهيم مغلوطة. يبقى من هنا ده مودة أو مبادرة مودة استهدفت من سن 18 لسن 25 لكي أعد
أسر مصرية حاليا ومستقبلا بالشكل الأمثل عشان أقدر أحقق تنمية. أرجع بقى ليدوم الفرح، يدوم الفرح المقبل على الزواج أو اللي بقى في حيز التنفيذ للزواج بالسن القانوني وكل الضوابط اللي بتؤهله لعملية الزواج. خلاص ده بقى، خلاص ده بقى في زواج، بدأ مقبلين على الزواج. خلاص أنا بعمل عملية إيه؟ أنا بعمل عملية التجهيز. سنه إيه؟ ما هو سنه من بعد الـ18، سنه من بعد السن القانوني الـ21. هنا بدأت الكنيسة المصرية، الأزهر الشريف، المؤسسات المجتمع المدني، التضامن الاجتماعي، الذهنية العامة بشكل كبير، الناس اللي موجودة في الريف المصري اللي بيساعدهم من خلال هذا الأمر، القطاع الخاص وده شريك أصيل في عملية التنمية. بدأت تحصل عملية تكاتف، تحصل عملية توافق بين كل الجهات لإسعاد وإدامة الفرح على الأسر المصرية. طبعا في أسئلة بتدور في أذهان الناس، إزاي أوصل للمبادرة، إزاي أتعامل معاهم، حد هيجوز بنت دلوقتي وعايش في قرية والأسعار طبعا بقت صعبة جدا، خاصة أسعار الأجهزة المنزلية، يعمل إيه وإزاي يوصل لهم يعني؟ شوف يا فندم، احنا أنا اتكلمت يمكن الشرط الأساسي إن أو إن احنا بدأنا نشتغل على في عيد القومي لكل محافظة هتبدأ، لكن قبل كده بيبقى في إعداد مسبق. عند حضرتك في الريف وهنقل صورة حية داخل الريف، عندنا مكاتب للشؤون الاجتماعية، عندنا الوحدات المحلية، عندنا مجالس القرى، عندنا مجالس المدن، عندنا المحافظات. مبنى المحافظة أو مباني المحافظات بيكون فيها جزء خاص بالعلاقات الإنسانية، حتى يمكن وزارة الداخلية بيكون فيها شق أساسي للعلاقات الإنسانية وحد وناس مسؤولة عن هذا الإطار في المحافظات أيضا، لأن احنا كنا بنشتغل على التنمية المحلية الاقتصادية والتنمية المحلية الاجتماعية والتنمية المحلية للعنصر البشري. بدأنا من هنا في مكاتب مخصصة من لو يتواصل مع الوحدات المحلية، يتواصل مع مكاتب الشؤون الاجتماعية، يتواصل مع المحافظات. الأمر ده كمان مش كده بس، ده مين اللي بيروح لمين الأول؟ هتلاقي يد الدولة هي اللي تكون سباقة لهذا يعني الإطار. زي دكتور عندنا في مسح شامل بيحصل أو بيبقى موجود من خلال إن أنا يعني أنا في قصة الصعيد، إزاي نرصد الأسر الأكثر احتياجا. يمكن اشتغلنا على 495 قرية، طب ازاي نرصد الاكثر احتياجا داخل القرية دي؟ يعني قرية فقيرة احنا عايزين افقر ناس في القرية الفقيرة. ما احنا اشتغلنا يمكن مبادرة حياة كريمة او مبادرة الصعيد، تنمية الصعيد. أي. كان عندنا احنا عندنا مهندسين موجودين في وزارة الإسكان، عندنا كمان ناس موجودة مخصصة لهذا الأمر، لهذا المسح في وزارة التنمية المحلية، بيبدأوا ينزلهم ميدانيا يشوفهم ويشوف القصة والوضع إيه ومين. وأنا طلعت 495 قرية ونجع في الصعيد، لده أنا عندي 30888 قرية ونجع، إزاي أستخرج منهم 495 من خلال شغلنا واستعدادنا المسبق لهذا الأمر من خلال البحث الميداني وشغلنا وشغل الناس اللي موجودة في وزارة التنمية المحلية. إزاي كمان أطلع من خمس محافظات في الصعيد، المنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط وأسوان، إزاي أطلع منهم 128 قرية الأكثر احتياجا، وبدأت أشتغل في تنمية الصعيد من خلال المسح الميداني. هذا الأمر تم حدوثه أو تم تنفيذه في الصعيد من خلال لمبادرة يدوم الفرح. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا يمكن على الشاشة بنعرض مدرسة لحياة كريمة في الصعيد، احنا شفنا بنفسنا وبعنينا بعض الكباري، بعض المناطق، بعض الامور، بعض المعديات، بعض المدارس، كل ده تحت الداخل، تحت حياه كريمه. الناس اللي هي بتاخد ممكن يعني شهريه او مساعدات شهريه كل شهر تحت حياه كريمه. فحياه كريمه يعني سلسله الحياه كبيره جدا من الخدمات. لكن عايز اسال حضرتك يعني، هل بتتوقف العلاقه ما بين الفتاه اللي هي بتاخد الاجهزه المنزليه لمساعدتها في الزواج او مساعده اسرتها في تزويجها وخلاص على كده، ولا في خدمات اخرى ممكن المبادره تقدمها؟
المجتمع. شوف فندم، المبادرة نقطة الانطلاقة والبداية، إن أنا إزاي يكون عندي السلع الضرورية يبدأ أجهز من خلالها. وبعد كده ما احنا بدأنا في أسوان 100 عروسة، تجهيز 100 عروسة، بدأنا في الدهلية أو اشتغلنا في الدهلية وزدنا ل 200 في يعني أنا ابتديت أو الدولة بدأت، هنبدأ يبدأ عملية التوسيع زي برامج تكافل وكرامة، برامج الحماية الاجتماعية بدأنا في 2015 بدأ يبقى في عملية توسع. هل تعلم حضرتك إن أنا عندي بالنسبة لتوسيع الحماية الاجتماعية معاشات الطفل مع الإسكان مع الناس الغارمين إزاي الدولة تشارك في هذا النسق؟ لا، ده العلاقة ممتدة، العلاقة ممتدة بين العرايس وبين الشباب وبين الدولة المصرية، في حلقة تواصل بين الدولة وبين أبنائها. ما قصة المدرسة ولا حضرتك شفته يمكن في التقرير بحضراتكم بتعرضهم، في حاجة مهمة جدا لازم أنوه عنها. أولا أنا لما اتكلمت إن مبادرة حياة كريمة اللي داخلها مبادرة يدوم الفرح، اللي داخلها مبادرة مودة، اللي داخلها بعض المبادرات اللي بتهتم بالشأن الاجتماعي للإنسان المصري، احنا بدأنا قصة المدارس لأن أنا عندي ثلاث محاور أساسية في مبادرة حياة كريمة. أول محور فيهم رفع كفاءة مراكز البنية الأساسية، وده بيتولاه وزارة التنمية المحلية بمساعدة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية. بدأنا نرفع كفاءة الكهرباء والمية والغاز والأبنية التعليمية والري الحقلي داخلية داخل الريف المصري من خلال الإنشاء المدارس. أماكن كتيرة جدا ما فيهاش مية حلوة، ما فيهاش مواسير، الكهرباء كانت ممكن يعني الكهرب كده من بره ده لازقة في البيوت، كل ده تم تعديله. ده أنا هنقل لحضرتك واقع. أولا في الريف المصري في السابق كان ما عندهوش شبكة صرف صحي رسمي، فبيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ الصرف يكون في الصرف الزراعي، يبدأ الرقعة الزراعية تهدر وتفسد زراعتها، هيعمل إيه؟ ما فيش غير كده. بدأنا كمان ده كان الصرف الزراعي ليس بمغطى، ده لا ده تم التطور إن يغطى، لكن يغطى إيه؟ ده احنا كنا في مشكلة قائمة لا زالت. بدأت مبادرة حياة كريمة أشوف بقى أعمل محطات معالجة، ويمكن حضرتك شايف المحطات المعالجة في برج العرب وفي سينا وفي كل المناطق، ومحطات ثلاثية الأبعاد اللي من خلال مياه الصرف الصحي إزاي أعمل لها عملية معالجة تبدأ تشتغل للزراعة. بدأنا من هنا يبقى في خطة شاملة لكل قرى الريف المصري يبدأ في عملية الصرف الصحي الرسمي. بقى الكهرباء كانت فيه أعمدة طائرة، أنا بسميها كده أعمدة طائرة بأسلاك غير مغطاة في الريف المصري في أيام الشتاء أيام الشتاء أو المطر، يبدأ الحاجات اللي زي كده تكهرب، أي حد معدي من جنب العمود الكهرباء ده يتكهرب وبتحصل كوارث. هيبدأ النهاردة الدولة المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة يبقى في كابلات كهربائية أرضية، يبدأ النهاردة يبقى فيه عازل، يبقى فيه وسائل أمان. قصة المدارس لما النهاردة حضرتك في الريف المصري واللي عاش غير اللي سمع أو اللي شاف بعينيه وعاش غير اللي سمع، بدأ عندنا إن ممكن تكون المدرسة الثانوية أو الإعدادية اللي جنب بيت حضرتك أكتر من 5 مواصلات. بنتك تتخيل بنتك في 5 6 مواصلات لما تخرج من المدرسة الساعة 4 ترجع في الريف المصري اللي غير موجود به إنارة، اللي غير موجود به طرق، اللي غير ممهد الطرق إزاي؟ عشان كده كنا بنشوف تسرب من التعليم وأمور أخرى بتحصل بهذا الشكل. نتمنى طبعا يعني مزيد من التقدم لفكرة حياة كريمة، ودي مبادرة جميلة جدا، وفكرة يدوم الفرح، يا رب يدوم الفرح على كل البيوت. بشكر حضرتك جدا الأستاذ الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، نورتنا جدا. شكرك يا فندم. شكرك جدا. لسه معاكم مشاهدينا، نروح نشوف السيجارة الإلكترونية وأخبارها إيه وأضرارها إيه وهل ليها فوائد ولا لأ بعد الفاصل.